انا متزوجة من 3 سنين، جوزي كان عنده بروجنسي، كان بياخد منشطات. ماشي، لما بياخد منشطات ونيجي معاشر المعاشرة الزوجية، انا كنت بحس منها زي حالة اغتصاب، مش علاقة زوجية زي اي حد متزوج. فتعبت من الحكاية دي، اتعرض ان هو يروح لدكتور عشان المنشطات دي بطلها، ما فيش اي استجابة من اي حاجة خالص. اضطريت ان انا اقول لاهلي عن المشكلة ديت، فعاداتنا وتقاليدنا انها ما تسمحش ان احنا نتكلم في حاجه زي كده، كانوا يقولوا استحملي ومش وكده يعني. فاضطريت ان انا ارفع عليه قضيه خلع، وكل واحد يروح لحاله عشان انا تعبت. كان بيضربني، كان عايز يمارس معايا العلاقه الزوجيه يعني بعافيه وبضرب، بحس معاه ان انا مش متزوجه. شفت لما حد بيبقى عايز ياخد حاجه من حد عافيه وبضرب بقى وكده، فكانت الحياة بينا مستحيلة. قررت ان انا ما احاولش ان انا اجيب منه اي حاجة.